قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إطلاق اسم اللاعب الراحل أحمد رفعت على أحد فرق برنامج كابيتانو مصر في موسمه الثالث، والمقرر انطلاق مرحلة الاختبارات له قريبا في محافظات مصر. وأكدت الشركة أن بداية مرحلة الاختبارات لبرنامج كابيتانو مصر في موسمه الثالث ستنطلق من محافظة كفر الشيخ مسقط رأس اللاعب الراحل أحمد رفعت، كما سيتم تخصيص جائزة باسم اللاعب الراحل في مركز الجناح الأيسر.